ملف تركيا، ايه اللي بتعمله تركيا فينا؟ زي ما بقول لحضراتكم هنتكلم عن سبعيتين، سبعه وسبعه. سبع ادوات بتستخدمهم بالتطبيق على سبع حالات، وللاسف السبع حالات هي سبع حالات للدول العربيه. تركيا بتحاول انها تتدخل فيها وتعيد توجيه سياستها بما يحقق مصالح تركيا. بس الاول انا هبدا بالادوات، هي تركيا بتعمل ايه؟ تركيا للاسف بتتبنى نفس الاستراتيجيات اللي بتبناها اي مستعمر، اللي هو فكر الدولة العثمانية، فكر الانجليز والفرنسويين لما كانوا بيستعمروا دول العالم في القرن التسعتاشر والعشرين، اللي هي واحد اخلق فراغ، اتنين املى الفراغ. خلق الفراغ يعني اعمل فوضى في البلد، او لو في فوضى استغل الفوضى. يبقى انت رقم واحد عندك فوضى، فوضى دي في شكل ايه بقى؟ شكل حرب اهلية، منطقة عايزة الانفصال، حد بيدعي انه رفع العلم في منطقة من المناطق ويقول لك انا خلاص ما بقتش تبع الدولة العلانية، حرب بتقوم في دولة مجاورة للدولة اللي تركيا معنية بيها. لكن في النهاية اخلق فوضى، خلقت فوضى يبقى خلقت فراغ، خلقت فراغ استغل الفراغ. مين اللي يستغل الفراغ؟ تركيا. بتستغله ازاي؟ عندها سبع ادوات. هقول لحضراتكم السبعه كده تباعا ونفكر في تطبيقاتهم، وحضراتكم هتكتشفوا ان السبع ادوات دول عاملين كده ايه، زي الشوكه والسكينه والمعلقه والسطور والشاكوش يعني اللي هي ادوات الميكانيكي، ادوات النجار، هي بتستخدم السبعه. عادة ما بتستخدمش اداه لوحدها، اكتر من اداه مع بعض عشان تحقق الهدف اللي هي عايزاه. اول اداه فكره انها تبعت قوات عسكريه مؤقته، تبعت قوات علشان تقول يعني ان احنا بنحارب الارهاب، احنا بنحقق امننا القومي، احنا بندافع عن مصالحنا الحيويه. فواحد تبعت قوات، اتنين تقعد بقى القوات دي شويه وتقول لك انا هعمل قاعده عسكريه. فكره القاعده العسكريه انها فكره تواجد عسكري دائم في دوله من الدول. تيجي الحاجه ثالثه، ما انا برضو مش هينفع اكلم العالم واقول له طول الوقت ان انا بعمل قواعد عسكريه وببعت قوات مسلحه، لا، يقول لك انا بدافع عن الديمقراطيه، انا بدافع عن حقوق الاقليات في انها تشارك في الحياه السياسيه، انا بدافع عن الشرعيه النابعه من اختيارات الناس، الاخوان في مصر لازم يرجعوا للسلطه انه كان عندهم رئيس منتخب ومظلوميه تاريخ الاخر. بيفكر بالطريقه دي. عنده كمان اداه اخرى، فكره احتضان المنشقين. يعني ايه؟ الزعيم الفلاني بتاع الحزب العلاني اللي بيعارض مش عارف مين في العراق يروح رايح اسطنبول، المش عارف مين اللي في من دولة كذا وعنده مشاكل مع دولته ومحكوم عليه بالسجن لانه بيأيد كذا يروح رايح. طبعا المنشقين زي المنشقين المصريين الموجودين هناك وبيعملوا دعاية وتلفزيونات وكلام زي كده. في اداة اخرى اللي هي الاداة الخامسة، اللي هي الاداة الاغاثية. يعني ايه الاغاثية؟ الصومال يا اخوانا غلبانة وفيها مجاعة وفيها، ابعت ليهم شوية مساعدات، حتى لو كانت مساعدات قليلة، بس الفكرة ان انا متواجد. مش بعتنا لهم احنا مساعدات واغاثة، طب ايه المانع بقى ان احنا فينا نتدخل في شؤونهم ونتصل مع الاسلاميين او المتاسلمين بتوعهم؟ زي ما حضراتكم هتلاقوا في قاسم مشترك، انها مطرح ما بتروح لازم يكون لها تحالف مع المتاسلمين دول. أداة أخرى اللي هي أداة الباب المفتوح، دي ستة وسبعة. الباب المفتوح للاجئين طبعا لازم يكون في تقارب جغرافي زي حالة العراق وسوريا وبالذات سوريا. ليه؟ لأن دي ورقة ضغط أنا أضغط بيها على النظام وأضغط بيها على العالم، أقول له ده أنا مستضيف 4 مليون سوري، طب إزاي؟ يبقى أنا من حقي أتدخل في شأن سوريا، أنا من حقي أقرر مصير سوريا، ده أنا محتضن بتاع ربع الشعب السوري عندي، إلى آخره. ليبيا نفس الكلام، عايزه تاخد منهم عدد من الناس، تقول لك انا والله ادخل في الشأن الليبي بسبب ان انا عندي كمان لاجئين ليبيين وناس من اصحاب الديمقراطيه والحقوق الانسان والحكومه الشرعيه الى اخره. سياسه الباب المفتوح دي مش بس مع اللاجئين، لا كمان مع المجاهدين، اللي بتسميهم المجاهدين، اللي هو الناس اللي تتطوع علشان تيجي تقاتل من كل مكان في الدنيا، بحيث انها تقول لك والله سوريا دي ما بلد يعني من حق كل الناس، الجهاد العالمي انه يروح علشان يناضل من اجل حقوق السوريين ضد النظام الشرير اللي موجود في دمشق، اللي هو نظام بشار الاسد، اللي هو نظام معادي لتركيا. حط السبع ادوات مع بعض، نقول قواعد عسكريه، قوات عسكريه، ادعاء دعم الديمقراطيه، احتضان المنشقين، ده نمره 4، الدبلوماسيه الاغاثيه ده رقم 5، استضافه اللاجئين ده 6، الباب المفتوح للمجاهدين او الارهابيين ما بين قوسين، يعني هم فعليا عاده بيكونوا ناس ارهابيين، ده الباب رقم 7. استخدمت الحاجات دي معانا يوه كتير قوي قوي قوي. تعالوا نطبقهم على سبع حالات. هبدا بالصومال، طبعا الصومال واحده من الدول المهمه
في فراغ في مؤسسات الدولة الصومالية من زمان، فر سياد بري، البلد وقعت في بعضها، وده واحدة من مشاكل الدول الجنوب لما الجيش يقلب ميليشيات ينقسم على نفسه ويقعدوا يحاربوا بعض. حصل ايه؟ قال لك والله احنا هنعمل اغاثة، بعتوا كمية اطعمة وكمية اكل وشرب والاخر، وبيتصلوا مع القوى المتأسلمة اللي هناك، وقالوا ان احنا هنسندكم في اقامة امارة اسلامية ونعيد بناء الدولة الصومالية، بس والله احنا كل احنا عايزينه منكم في الحتة اللي انتم مسيطرين عليها ادولنا قاعدة عسكرية، وعايزين بقى الصومال المستقرة والصومال الديمقراطية والكلام ده كله. يبقى اول حاجة تطبيق هذا الكلام على الصومال، عملوا ونجحوا في انهم بقت ليهم قاعده عسكريه في الصومال، ومن القاعده العسكريه والاغاثه والتمويل والمساعدات ابتدوا يتدخلوا في كل شؤون الصومال. واحد يقول لي طب هو مستفيد ايه يعني ماديا؟ اه طبعا ليه تواجد في واحد من اهم مداخل ومخارج التجاره العالميه اللي هي البحر الاحمر، باب المندب الى اخره، فبالنسبه له بقى متواجد، بقى قوه، بقى يقدر يدخل في لما يدخل في مفاوضات مع حد من الدول الثانيه المحيطه بباب المندب يقول لا ده انا قواتي موجوده، ده انا صحيح موجود في شمالي البحر المتوسط لكن انا كمان موجود في جنوبي البحر المتوسط. فخريطه النفوذ تؤدي الى تغير في خريطه الفلوس، نكسب كمان من وراها. عندك كمان سوريا، حضراتكم فاكرين ان سوريا بدات بحرب اهليه، وهنا تبنت تركيا سياسة الباب المفتوح اللي قلت لحضراتكم عليه، استقبال لاجئين من ناحية وإرسال إرهابيين من ناحية تانية، وعمل بقى غطاء سياسي لهم على إنه دول بينضلوا من أجل حرية سوريا والجيش سوريا الحر اللي هو حقيقة في معظمه برضو متأسلم، يعني إخوان مسلمين على غيرهم، وندعمهم دعموهم بالسلاح ودعموهم بالأموال ودعموهم بالدعاية ودفعوا عنهم في المؤتمرات الدولية. قال لك والله انا بحمي بلدي، دي واحده من ادواته برضو في ان هو يعني يتدخل في شؤون الدول الاخرى، نشوفها بالذات في العراق وسوريا، يقول لك والله انا بحمي بلدي ضد من يهدد امنها. طب مين اللي بيهدد امنها؟ قال لك ارهابيين من نوعين، النوع اللي هم الكردي، حزب العمال الكردستاني تحديدا، والنوع الثاني اللي هم الدواعش. طب ما هو مين اللي سمح للدواعش بان هم يدخلوا؟ بس هنا فكره صناعه التكئه، فكره صناعه الحجه، عارف اللي هو بيتحجج، اروح مدي لك حاجه عشان تقعد تلعب فيها ما تعرفش تشغلها، فكل شويه تحتاجني، ادي لك دواء وما اقولكش والله الدواء ده بتاخد ازاي، فكل شويه تتصل بيا الى اخره. نفس الفكره ان انا اخليك محتاج لي. عمر ما سوريا ولا العراق هتقدر انها تقرر مصيرها بنفسها، لازم يرجعوا للقوى المحيطه لانه لا قبل لهم بقوات داعش. عشان كده عارفين ان تركيا شنت ثلاث حروب، سمتهم مره درع الفرات سنه 16، ومره غصن الزيتون سنه 18 اللي فيها احتلت عفرين وهجرت مئات الالاف من العرب والكرد، وعملت عمليه ثالثه او عمليه عسكريه ثالثه سمتها نبع السلام. في كل مره من دولومات كانت بتاكل قطعه من الاراضي السوريه وتحتلها تباعا، طبعا احيانا بالتنسيق مع الامريكان، احيانا بالتنسيق مع الروس، لكن الهدف المعلن والمتحقق هو انهم بيدافعوا عن الاراضي او بيدافعوا عن الامن القومي التركي باحتلال الاراضي السوريه. مش هقدر، هو عايز يقول لك كده يعني، انا مش هقدر ادافع عن امني القومي الا اذا خلقت منطقه عازله بين داخل الاراضي السوريه. عندنا كمان العراق، العراق طبعا حضراتكم عارفين من ايام صدام حسين وهو يعني يعاني الامرين بسبب الحصار الاقتصادي. القوات العسكريه التركيه دخلت العراق سنه 94، كان لسه صدام حسين موجود في السلطه، واحتلت او عملت قاعده عسكريه هناك اسمها بعشيقه، وبعتت في البدايه كان 1000 جندي بس، هتقول لك عشان اقاوم جيش العمال الكردستاني، انما الرقم فضل يزيد 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 لغايه ما النهارده بعض التقارير بتتكلم عن 12 او 13000 جندي بعتدهم، وبعضهم ضباط علشان يمرنوا حلفائهم من اللي موجودين جوه العراق. طبعا بعد 2013 بقى انتشرت في شمالي العراق بدعوى مكافحه الارهاب، طبعا اضعفت الدوله العراقيه، الجزء الشمالي الغربي من العراق صار يعني نو مانز لاند، منطقه بلا لا سلطه ولا قوات ولا حد غير الدواعش، وحتى احتلوا الموصل اللي هي واحدة من أكبر المدن العراقية، وفضلت ترفض الانسحاب من الأراضي العراقية حتى يومنا هذا، حتى لما قوي الجيش العراقي نسبيا وعمل تحالفات ونجح في أنه هو يبقى ليه تواجد على الأرض، حتى هذه اللحظة تركيا بتقول أنا لن انسحب من العراق لأن أنا مرة تانية بحافظ على أمني القومي.
الدولة الرابعة اللي بنطبق عليها، احنا قلنا الصومال وقلنا سوريا وقلنا العراق، في دولة مهمة قطر. قطر هي حليف استراتيجي لتركيا، قطر إخوانية قبل ما قطر تبقى دولة أصلا، يعني عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين قطر خدت استقلالها من الإنجليز سنة 71. الإخوان موجودين في قطر من الخمسينات والستينات، فالإخوان اللي موجودين في قطر أخونوها قبل ما تبقى دولة. عشان كده لما بشبه بقول الإخوان بالنسبة لقطر عاملين زي الأزهر بالنسبة لمصر. يعني دولة مصر الحديثة مثلا هنقول لو عملها محمد علي 1805، ايوه بس الازهر موجود من 1100 سنة تقريبا يعني. فاللي اقصده انه قطر ما هياش بتختار انها تبقى اخوان، هو بالنسبة لهم كتابات سيد قطب وكتابات القرضاوي وكتابات حسن البنا ومحمد قطب وعادل يكن يعني وللاسف يحيى يكن، والاسماء دي بالنسبة لهم زي احنا كتابات مشايخ الازهر بنسألهم في الفتاوى، ده الطبيعي بتاعهم ان هم يفكروا بالعيون وبالمنطق وبالعقل الاخواني. نفس الكلام موجود في تركيا مع واحد من سليل الاخوان اللي هو اردوغان. اتفق الطرفان، تلاقت مصالح الطرفين على ان تكون تركيا هي الضامن والحامي لقطر. وقعوا على فكرة، انا عايز اقول المعلومة دي الاول، وقعوا على اتفاق عمل قاعدة عسكرية في قطر سنة 2015، لكنهم فعلوها امتى؟ بعد قرار المقاطعة العربية اللي هو قادته مصر والسعودية والامارات والبحرين ضد قطر، فعلوا اللي هو كان في 2017، فعلوها في 2017. في 2017 ارسلت تركيا 35 الف جندي لحماية امير قطر ونظام قطر، والقاعدة العسكرية التركية في قطر فيها من الجنود اكتر من القاعدة الامريكية اللي موجودة في قطر. يعني قطر دي عبارة عن شقة مفروشة كبيرة وايه مقسمها اوض لكل واحد يجي يعني ياخد منها او يحتل فيها مساحة تحت اسم انها قاعدة عسكرية. طبعا قطر ومعاها الاتراك تقريبا مفيش فاعل فوضوي دون الدولة يعني تحت الدولة الا وسندته. ايش حزب الله وقف لبنان؟ اشي الدواعش في العراق وسوريا؟ اشي جبهة النصرة في سوريا؟ حزب الله في لبنان قلت، الاخوان المسلمين في كل الدول بقى العربية، اشي نهضة في يعني اي مكان وجودهم، فلوس ادفع فلوس، حماس في غزة. في النهاية تركيا وقطر بيستغلوا اموالهم علشان تفتيت وتفكيك الدولة الوطنية. ليه؟ طبعا حسابات كتيرة، انما رقم واحد بالنسبة لتركيا، انا ازاي هضمن ولائك وتبعيتك ليا وانت اغنى مني وانت اقوى مني وانت اكبر مني وانت جيشك اكبر من جيشي واقتصادك احسن من اقتصادي، انت لازم تضعف علشان تبقى تابع ليا. هو انت عمره حضراتكم شفتم كلب جارر وراه بني ادم؟ يعني لا، هو الاقوى هو اللي بيجر وراه التابع ليه يعني. فنفس الكلام في المسألة، هو بالنسبة له احنا شوية توابع، هو لما نضعف هنبقى توابع له وهو المركز، المركز يجرنا وراه. وللأسف الشديد في دول بالفعل ضعفت ويعني بنحاول ان احنا كمصر بنحاول ان احنا ننقذها، لكن في كل الأحوال قطر الآن أصبحت، يعني عايز أقول لحضراتكم انه في 26 لقاء حصل ما بين أردوغان وتميم في آخر 5 سنين، 26 لقاء، واحد من اعلى معدلات اللقاءات ما بين قيادات الدول في العالم. ليه؟ لانه في حالة ترابط عضوي، لو ده وقع ده يقع. ان تركيا او اسف قطر ادت لتركيا فلوس ما ادتهاش للاخوان لما كانوا بيحكموا مصر. ما نفكر مع بعض، احنا ساعتها لما كان الاخوان حكموا مصر لمدة سنة، بعض الناس تخيلوا ان تركيا وقطر وبالذات قطر هتفتح الصندوق السيادي بتاعها وتدي للاخوان ارقام فلكية عشان مصر تزدهر ويثبتوا اركانهم ووجودهم ويعني ليهم جذور في مصر. حققنا نهضة، هو بقى يقول لك حققنا نهضة اقتصادية في مصر لما حكمناها. الاخوان كانوا المفروض يقولوا كده، بس اللي حصل بالفعل انه قطر كانت بخيلة جدا مع الاخوان لما حكوا مصر. طبعا ده من نعم ربنا علينا عشان نخلص منهم، بس لما جت قطر لقت انه تركيا بتواجه مأزق اقتصادي كبير زي اللي هي بتواجهه اليومين دول هم بسبب ضعف الليرة في مواجهة الدولار ومعدل تضخم رهيب جدا، ادت لهم 10 مليار دولار ورفعوا سقف التبادل التجاري ما بين الدولتين عشان يوصل ل 15 مليار دولار. هنا العلاقة علاقة اتنين يغرقوا مع بعض يعيشوا مع بعض. السودان الحمد لله ربنا نجاها من هذه الأزمة، إنما في 2017 تركيا راحت وقالت هناخد منكم جزيرة اسمها جزيرة السواكن. إيه وظيفتها جزيرة السواكن دي؟ هنعيد، هو الحجة اللي أعلنت يعني هنعيد ترميمها وبنائها، إنما كان فيها اتفاق على وجود قاعدة عسكرية تركيا في السودان من أجل خدمة النظام الإخواني اللي موجود في السودان تحت قيادة البشير. يبقى في تواجد تركي
وفي نفس الوقت في تدخل في الشأن السوداني لأنه مرة أخرى متأسلم ضمن المتأسلمين. طبعا الملف الأبرز كمان هو ملف ليبيا، ولولا تدخل تركيا في ليبيا لربما كانت جيش حفتر الجيش الوطني الليبي زمانه النهاردة بيحتل طرابلس أو على الأقل لسه بيحصر. إنما تركيا أرسلت فوق 25,000 مرتزق من سوريا تحديدا سوريا والعراق لليبيا. حتى بيقال انه بالامس تم توجيه ضربة عسكرية لقوات تركية موجودة في شمالي ليبيا. المعلومات مش واضحة لانه ما فيش اي طرف تركي اتكلم في الموضوع. احنا مصادرنا في المعلومة ده اطراف ليبية محسوبة على المشير حفتر بتقول انه الضربة ده هي ترتب عليها انه رئيس الاركان التركي اصيب وستة معاه، وتم ضرب قاعدة صواريخ تركية موجودة في شمالي ليبيا. المعلومات مؤكدة، تركيا حتى الآن لم تثبت هذه المعلومات، فاحنا ما نعرفش هي صح ولا لا. لولا ان مصر اعلنت ما اعلنت، الرئيس السيسي لما قال انه خط سيرة الجفرة هو خط احمر بالنسبة للامن القومي المصري للامانة، مصر الاول مرة عملت اللي كانت بتعمله تركيا في سوريا ولبنان، اسف سوريا والعراق، اللي هو المنطقة دي خط احمر لو تخططوها انا هتدخل. طبعا تركيا سمعت قالت لك لا انا هتدخل فين، لانه لوجستيا بحكم المسافة ما بين تركيا وليبيا وبين مصر وليبيا، لا طبعا تواجد مصر في ليبيا اسهل بحكم البعد الجغرافي، بحكم قوتنا، بحكم معرفتنا بالطبيعة الصحراوية للاراضي الليبية لان زي الاراضي المصرية، بحكم التدريب، بحكم الاسلحة، طبعا تواجدنا اكبر بكتير. انما احنا ما احناش عايزين نحارب اصلا، احنا عايزين الليبيين يقعدوا مع بعض عشان يوحدوا بلدهم، لما يبقى عندهم دولة موحدة ومستقرة شوفوا بقى عايزين تحكموها ازاي، او لو عايزين تمشوا العمليتين مع بعض وارد جدا تعملوا حكومة انتقالية، الحكومة الانتقالية تقعد لها سنة ونص سنتين، خلال السنة ونص سنتين تعملوا انتخابات، الانتخابات تؤدي لحد كلنا نقبل بوجوده في مقعد السلطة. طبعا تركيا لها في ليبيا اهداف، رقم واحد ليبيا هي اكبر دولة في البحر المتوسط، او اكبر واحد اكبر دولة في افريقيا بتنتج نفط بيصدر للاتحاد الاوروبي. عايز اقول لحضراتكم الاتحاد الاوروبي له ثلاث مصادر رئيسية من النفط، روسيا والنرويج وتركيا، فتركيا مصدر مهم جدا للطاقة لاوروبا. اتنين فكرة اعادة الاعمار، اعادة الاعمار بقى مطارات اتدمرت ومباني اتدمرت وشوارع اتهدد وصرف صحي وكهرباء كل، طب مين اللي هيعمل كل ده؟ اللي شارك المنتصر هيشاركوا في الحرب ويشاركوا في الاعمار. مين اللي انتصر؟ لو انتصر السراج طبعا تركيا خلاص هتبلع ليبيا، لو خد جزء هياخد جزء، لو بقدر بقى المساحة اللي هو حققها او اللي هو نجح في ان هو يأمنها لنفسه. انما احنا كمصريين لن نسمح بهذا، لانه لابد ان تكون مثل هذه القرارات قرارات ليبية، قرار الدولة الليبية اللي بتعبر عن الشعب الليبي. طبعا كمان عنده هدف اغلاق الدائرة على مصر، هو بيحاول قدر المستطاع ان يتدخل في الشأن المصري، يعني بالنسبة له دي حجر كؤوس. تخيلوا حضراتكم ده لو كان مرسي بيحكم مصر ده كان زمان تركيا برطعت في المنطقة وسيطرت عليها من يمينها ومن يسارها، انما وجود السيسي وجود نظام حكم وطني مستقر ما عندوش في هذه الالعاب يعني المتأسلمة خلى تركيا تنظر لمصر نظرة العداء. عملت ايه؟ واحد تقوي الارهابيين، اتنين تعمل حملة اعلامية ونفسية على مصر 24 ساعة في اليوم، كل يوم حضراتكم تفتحوا شتايم اشي في الرئيس واشي في الجيش واشي في هم فاكرين ان احنا نتعامل مع الجيش والشرطة والقضاء والناس دي على ان هم ناس وحشة، لا هم مش وحشين هم احنا، يعني الجيش ده انا وانت وحضرتك، الشرطة دي ما ده اخويا وعمي وابن اختي وقريبي اللي عايز يدخل الكلية الشرطة، هم فاكرين انه في شعب وفي مؤسسات، لا المؤسسات دي هي مؤسسات الشعب اللي اخترعها وارتضاها علشان يحكم بها الدولة. هم فاكرين انه لا ده في ناس كده شريرة اسمهم مؤسسات الدولة وفي شعب غلبان. يا عمي الشعب لو هيختار ما بين مؤسسات الدولة وما بين الاخوان هيختار مؤسسات الدولة، انتم اللي اخترتوا اختيار غلط. انما هو في تركيا مقتنع بانه هو ما بمزيد من الكلام في هذا الاتجاه هيترتب عليه في النهاية انه الشعب المصري يتخلى عن مؤسساته الوطنية. طبعا كمان بيحاول انه
يشوه سمعة مصر في كل مكان، ملف بقى انه احنا حقوق الانسان وفي معتقلين وفي مش عارف ايه، طبعا يعني تركيا بتتاجر به اينما ذهبت. في كمان دعم ملف اثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، وبتحاول انها قدر المستطاع تصور الامر على انه الدولة اللي بينبع منها النهر لها حقوق، لانها بتعمل كده في بتعمل كده في العراق وسوريا، لانه معظم دجله والفرات ومعظم الانهار اللي موجوده في المنطقه العربيه للاسف بتنبع من خارج المنطقه العربيه. فهي عايزه تقول لنا انه زي ما انا بعمل كتركيا في العراق وسوريا فيما يتعلق بدجله والفرات واقدر اعطشهم زي ما انا عايز، من حق اثيوبيا انها تعمل نفس الحاجه في مصر والسودان. حاولنا قدر المستطاع ان احنا نغطي جانب من جوانب ايه اللي بتعمله تركيا في المنطقة.